ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردشت، كذلك حدثني الضيف. ليش قاعد لوحدك مثل واحد آكل قتلة؟ طول بالك، روق لك، خدك كازوزة، تشرب شاي، شو رأيك بسيجارة؟ لك روقنا ولو شو صار يعني؟ كلها خبطين ثلاثة والضربة اللي ما بتكسرك بتقويك. لك أنا أبو شريك، اسمع مني وخد لك سحبة، خد لك شفة. طيب شو رأيك نطلع نغير جو، نشرب لنا شي كاس برا بلكي بتروق؟ بعرف مطعم ظريف هون لامده طيبه، قوم خلينا نروح. يلا حرك لي حالك يا زلمه، احلق دقنك وعمل دوش وليكني انا ناطرك، ورح اجلي لك الجليات لبين ما تخلص دوش وتحلق دقنك. ما بدك؟ طيب لا تحلق دقنك، بس قوم تحمم على الاقل، مو مشان شيء بس مشان تنتعش. بكره باخذك على الحلاق بيعمل لك راس ودقن ورح تشوف الدنيا غير. لكان يا ابو شريك لازم تنطفض، لازم تطلع من القمقم. مانك مارد؟ ايه طيب باعتبارك مانك مارد مثل ما عم بتقول، لكن ليش حاطت حالك بالقمقم؟ ليش خانق حالك بهالغرفة يا ابو شريك؟ صحيح باعتبارك مثقف، شو يعني قمقم؟ قوم خلصنا، لا تحكي الهم البلد، ما بيطلع بيدك شي ولا انا حتى بيطلع بايدي شي. قوم لك، قوم خلصنا بقى بلا مات. بعدين حمد ربك انك برا البلد، يعني بصراحة اللي جوا بيحسدك على عادة برا. ها بتعرف يعني شو يعني؟ تعرف يعني ما في داعي نغمق الحديث خيو، بصراحة رجلك بالسياسة، قوم بقى بلا تياسة، خلينا ننبسط بأوروبا شوي. لكن حسبت علينا أوروبا وانت مقضية نكد وحزن، قوم لأخذك على السوق، خلينا نغير لك اللوك. بدك بنطلون جديد على الموضة وجاكيت أكابرلي؟ كمان بدك صباط جديد؟ قوم أنا عازمك على كسوة مرتبة، بس على شرط لازم أخذك على الحلاق ويعمل لك رأس ودقن. بلا هالدقن بتكقبله، خلينا نشيله. والشعر الطويل كمان صار بايخ، ما ضل حدا ما عم يطول شعره. إيه فهمت عليك، فهمت عليك، يعني بس مشان إجرة الحلاق. غالية معك حق، بس أنت كمان عم تقرش على السوري وكلهم 20 يورو رأس ودقن، بترجع خلينج مراهق. خلص قوم لا تحكي لها من الإجراء، أبي قلي بزمانه. أنت مشكلتك المصاري؟ إيه معناها ما عندك مشكلة. قوم 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 قوم، خلينا نروح على البحيرات بنشتري خبزة بيورو من طعمية للبط. ما بدك تروح البحيرة؟ طيب والخبزة؟ ماشي ماشي، بنروح الساحة تبع الكاتدرائية وبنقعد تحت هالشمسات الحلوين ومنطعميهم للحمام. لك صحيح شو يعني كاتدرائية؟ ما عندك بسكليتة؟ طيب قوم خلينا نستأجر بسكليتتين ونطلع قزدورة ناحي النهر، الهوا هنيك بنعش القلب وبنضف الصدر، وبطريقنا من طعمي هالخبزة للسمكات. خلاص خلاص ماشي، ما راح نروح النهر خيو، ما راح نروح النهر. أحسن شي نحضر لنا فيلم سينما، في أفلام حلوة ترى بسينما ضيعتكم. ها مترجمة للعربي؟ ايه بعرف انه مترجمة للعربي، ايه معلوم مترجمة للعربي. طيب خلاص لكان عود وحط لنا شي فيلم على اليوتيوب يكون مترجم وخلينا نتفرج. عندك بيرة؟ هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.